صراحة كانت هذه آخر مقابلة ديالي، آخر مقابلة ديالي مع فريق رجاء البيضاوي. ست سنوات الحمد لله وأنا مع الرجاء. هاد السنة دي اللي ما كنحسبهاش، أنا ما كنحسبهاش، أنا في 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 مقابلات ديال الكاف وكاس العرش والشامبيونا، يلا يمكن لعب شي 5 ماتشات. هادو اختيارات ديال المدرب اللي كنحترمها. صراحة كنت كنتمنى باش يكون آخر سنة ليا، يكون إن شاء الله الحمد لله ديت لقب. كنت كنتمنى إن شاء الله باش ندي معاهم الشامبيونا ونشارك مع الأصدقاء ديالي في المقابلات، نسجل ونعطي تمريرات حاسمة. ربي يبغى بحال هكا. الحمد لله على كل حال. صراحة أنا ما غنساش هاد السنوات اللي دوزت مع فريق رجاء البيضاوي، فرق كبير، وكان حصل لي الشرف باش لعبت داخل هذا النادي العريق، اللي صراحه كنت خديت قرار ديالي وانا مقتنع باش نسيني في فريق رجاء البيضاوي، وعاود جددت رغم العروض اللي كانوا عندي، غير باش تعرفوا محبه وهذا الفريق عندي غالي بزاف. الحمد لله بديت مع القاب، فرحت معاه، حزنت معاه، كنبغي نشكره بزاف، لأن صراحة عمري شفت منه شي كلمة ديال العيب. كان شي ما كيطلب بأنني باش نداد وجدت. صراحة شنو نقول لك، صراحة الفرق كيف يقولوا صعيب بزاف باش تكون في واحد الفريق كتبغيه، والأصدقاء ديالي اللي مشكورين صراحة كاملين، اللي كنبغي نشكرهم كاملين. وصراحة فريق رجاء البيضاوي ديما غيبقى عندي كبير، وديما غنبقى نحترم هذا الجمهور الكبير اللي كنت كندخل التيران وانا فرحان صراحة باش نلعب وسط هذا الجمهور، وكان كيحصل لي الشرف باش نلعب وسط الجمهور. الحمد لله كنت محظوظ باش لعبت فريق رجاء البيضاوي، والحمد لله كيف قلت لك، كنتمنى الفريق رجاء البيضاوي ان شاء الله يعاود يرجع ان شاء الله الألقاب. ورسالتي صراحة للجمهور، انا كنبغي نشكرهم بزاف 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 اللي شجعوني في السراء وفي الضراء. والحمد لله انا من اول جيت فريق رجاء البيضاوي وحملت هذا القميص كان حمل ثقيل وكان عندي غالي وكان شرف ليا. كنت كنبغي كل ما ندخل كنبغي نقدم كل ما عندي صراحه باش نخرج راضي على راسي ونخرج راضي الجمهور عليا. الحمد لله اللي بقيت صابر، خصوصا السنه دي بقيت صابر. انا صراحه مرت من ظروف خايبه بزاف، وصراحه بهذا المعنى دي حسيت براسي بحال تحاربت. انا ما نسمحش الناس اللي داروا لي بحال هكا، رغم كانت اخر سنه ليا كنت باغي نعطي كل ما عندي، ولكن ما كتابش. هذه كره القدم، كيف ما قلت لك الحمد لله بقيت صابر 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 حتى لاخر دقيقه وحتى لاخر مقابله باش نتواضع مع هذا الجمهور الغالي اللي بقى ديما غالي وعمري غنساه. وبالتوفيق رجاء، وكنقول لهم الله يوفقهم الله يوفقهم الله يوفق رجاء البيضاوي. شكرا.